هو محمود جمعه بياكل. اوعى لك هلا تك سعودي حبيبي. يا بتعمل مصطفى؟ اه عم بعمل سندوتش تاكل. هات مربى، هات اي حلاوه اي حاجه. حاضر يا عم الحكومه يا عم. حاضر يا عم. احنا في منزل الفنان الكبير محمود جمعه. الله يخليك عم صابر. الله يخليك، انت شرف لي والله. الله يخليك عم محمود، انت النهارده نورت والله العظيم ثلاثه. والله ده انا يعني مش عايز اقول لك، ده انا سعيد والله حبيبي عم صابر. الله يخليك. رمضان وده الفنان حسان القوصي. رمضان اهلا رمضان. ايوه والنبي عايزك تفنن، والنبي عايزك تقول لي حته على رمضان تفنين كده. بص يا ياسر، حاجه كده بس بقى بنظبط حاجه احنا. خليك معاه والنبي، حاجه كده تظبطها له انا عشان حاجه في رمضان عشان الحاله دي يعني هتنزل دي هتبقى صوره عادي يا معلم. لا 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 ده عايز التصوير جوه والله، عايز التصوير جوه. الجماعه كده مش عايز محمد يقول، مش عارف ليه. كلم قوم يا راجل. يا راجل قوم واحد الله هي فيه. رمضان جانا، قوم يا راجل رمضان جاني. صعب ازاي؟ صعب جدا. ما شاء الله. لا مش تعمل. بحر ولا جبل؟ لا بحر يا عم الراجل ده. جبل يا عم النبي. بحر يا عم. نعم تاني. خلاص سيبك تقدم مصلحتنا مع النبي خلاص هدي. والله العظيم. يا رمضان. يوم الليل يوم العيد. والله مين اللي عمل القهوة دي؟ أنا.
سعودي عليك يا سعودي. مظبوط يا فارس. انا ما ما لا هو يا ابويا اشتغلت في مجال السياحه، اشتغلت في مجال البراد. يعني هي دي اللي عايزها انت؟ اه اتمسك انت بتزورنا. اه ايوه كوال مانو كواليس يا هود. كوال مانو يا سعودي. مانو ما احلى قهوه منها سعودي واحلى قبله. مانو مانو انا اصلكم مانو. عشان بقول للناس يا جماعه شجع سعودي يا اخوان انك اشتغل كان سجع سعودي قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده موجودين في بيت الفنان الكبير محمود جمعه، وان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله يعني ايه عملنا حاجه كده على رمضان يا رب يكون الاعجاب الجميع باذن الله تعالى. ودي اهداء من الفنان رئيس جمعة، وإهداء من الرئيس الفنان ياسر فتحي، وإهداء من الرئيس حسان القوسي. حسان القوسي حبيب قلبي من جوه من حتة على الشمال دي. وكلكم طبعا حبايبي، وكلكم حبايبي، والأخ مصطفى اللي بيصور، والأخ الجميل سعودي باشا حبيبنا، والنجم الصاعد محمد الحلواني، النجم الصاعد محمد الحلواني. وإن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله لنا لقاء إن شاء الله مع أغاني جديدة إن شاء الله مع الفنان الكبير جمعة. الله يخليك يا مصطفى، وكل سنة وأنتم طيبين. طيبين إن شاء الله كده من ياسر فتحي حبيب قلبي وعم حسان القوسي. وبإذن الله تعالى إن شاء الله كده نتجمع إن شاء الله على خير، وربنا يرفع عننا الوباء. يا رب آمين يا رب كده، وابن عننا الكورونا بنت الكلب الفظيعة ديات اللي نهمت الناس في بيوتها. وإن شاء الله كده بإذن الله تعالى ربنا يعني إيه يا رب يمنع عننا الوباء يا رب كده إن شاء الله كده، وكل سنة سعيدة علينا، ورمضان يعدي كده على خير ان شاء أمين. الله ونجمع كده مع بعضنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين جميعا طيبين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا وشكرا.